طويل عبد الله، طالب عائد من اوكرانيا وعضو اللجنه الخاليه لاباء واولياء الطلبه العائدين من اوكرانيا. احنا جينا اليوم هنا امام الوزاره التعليم العالي باش نوضع واحد البيان استنكاري للسيد وزير التعليم العالي على الخرجه الاعلاميه اللي دلا بها في البرلمان امام اللجنه الاعلاميه العلميه بالبرلمان، ذلك بمقترحات ديال الوزاره بانهم يعملوا دي كونكور يعني بور لانتيغراسيون ديال الابناء ديالنا، وهذا كنعتبروه حنا كاباء وكذلك الطلبه العائدين من اوكرانيا بانه نوع من انواع الاقصاء. احنا كنطالبوا السيد وزير التعليم العالي وكذلك الحكومه بالوفاء بالوعود ديالها. في بدايه الازمه كانوا قالوا للابناء ديالنا وقالوا لنا بان ولادنا ما عاد يعوش ويعني وغادي يدمجوا هنا في البلاد، دونك حنا كنطالبوا الحكومه بالوفاء بالوعود ديالها. وهاد الامتحانات اللي اقترحتها الوزاره ما مفهوماش، طلبوا الابناء ديالنا درسوا كيدرسوا تمايا باللغه الفرنسيه وبالانجليزيه والاوكرانيه وكذا الروسيه، يعني يعني كيفاش يتم هذا لي كونكور. وعاوتاني حتى بالنسبه للبروغرام، البروغرام اللي كاين عندنا اللي كاين عندنا هنا في البلاد ماشي هو اللي كاين تمايا، يعني هادو اللي غادي مثلا في الكاتريام ولا السانكيام ولا السيزيام او لا في الدوزيام اني، يعني باش المعايير اللي غادي ياخذوا هاد لي كونكور كيفاش غادي يعملوا لهم، يعني هادشي جيت معقد. ومساله اخرى، هاد الطلبه اللي ما يتوفقوش شنو المصير ديالهم؟ يعني هما يعني واعدون بان باش ما يتمش الاقصاء ديال الابناء ديالنا وبان حتى واحد ما غادي يضيع، ولكن حنا كنشوفوا هذا نوع من انواع الاقصاء. واعتمدوا كذلك ان موان زان، يعني حيدوا سنه دراسيه للطلبه. كاين الطلبه اللي في التخرج راه كاين اللي بقى له شهرين ثلاث شهور، يعني كيفاش غادي يتعاملوا معاهم؟ ما مصير هاد الطلبه هاد؟ يعني حتى هذا نوع من انواع الاقصاء. من هذا المنبر كنطالبوا وزاره التعليم العالي بحوار تشاركي مع الاباء والطلبه العائدين من اوكرانيا باش نلقاو حلول يعني عمليه اللي ما يضيع فيها حتى شي طالب. حنا كنطالبوا هنا الادماج جميع الطلبه وجميع الشعاب، كذلك نرفض اي نوع من انواع التبخيص. نذكروا الجميع بان الابناء ديالنا راه ماشي كلهم عندهم 10 في المعدل ولا هذا، راه الابناء ديالنا اللي مشاو تما راه عندهم 17 18 19 15 14، يعني ما مشاوش تما يعني سون با دي ستيديون غاتي، راه مشاو وثبتوا الوجود ديالهم تمايا وراه عندهم شواهد تمايا معطيه لهم من العمداء الكليات في اوكرانيا، هذا باعتراف ديالهم. وكنذكروا بان الجامعات الاوكرانيه راه من بين الجامعات الاولى في العالم، يعني الجامعات الاوكرانيه مكلاسين 50 عالميا، يعني هذه حتى هي نقطه مهمه. وعلى حسب الابناء ديالنا اللي كيعاودوا لنا راه كيقراو 12 في القسم بعدا ديال الطب، بعدا هذه الابن ديالي في الطب يعني راه كيقراو 12 في القسم، يعني للاساتذه سميتو كاين معاهم طلبه من الولايات المتحده الامريكيه كيقراو معاهم، يعني من امريكان من فرنسا من اوروبا من المانيا، يعني كون كانوا هاد الجامعات دون المستوى او التعليم تما دون المستوى ما غاديش يلتحقوا بهم هاد الطلبه اللي جايين من دول العالم المتقدمه. هذه نقطه. وبالنسبه لهاد لي كونكور حنا كما قلنا ان كنرفضوهم رفضا تاما، وكنطالبوا بالحوار التشاركي وبالادماج المباشر والادماج للسنه المواليه، ما يديروش فيهم ديك ان موان زان. ومساله اخرى اللي كانت طرحات في الوزاره هو المشكل ديال اللغه. هاد الابناء هاد الطلبه هادو اللي قراو تما بالروسيه وبالاوكرانيه وهذا كيفاش غادي يجي يقراو هنا باللغه الفرنسيه؟ كنذكروهم بان الابناء ديالنا راه قارين بالفرنسيه، بالنسبه للابناء ديالنا راه قراو بالفرنسيه راه من الماتيرنيل، يعني الابناء ديالنا راه قراو من سميتو الاغلبيه. واحد النقطه نشيروا ليها ونقطه مهمه، يعني الاغلبيه ديال 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 الاباء والاولياء ديال الطلبه ديال اوكرانيا اولادهم راه قراو في البريفي ما قراوش في المدارس العموميه. حنا كاباء راه قرينا وليداتنا من الماتيرنيل وهو في بريفي وقراو الفرنسيه وقراو الانجليزيه، ما عندهمش مشكل ديال اللغه. ونقطه مهمه اكثر، هما منهم من يخدوا البكالوريا ديالهم ومشاو تما لاوكرانيا راه قراو تعلموا تما لغه جديده عليهم وبعيده على الثقافه ديالنا حنا المغربيه والعربيه، راه قراو يعني تعلموا اللغه الاوكرانيه وتعلموا اللغه الروسيه وتفوقوا فيها.
راه كاين اللي تخرج وكاين ومساله اخرى، راه بزاف ديال الاطور اللي كاين هنا في البلاد اللي كتسير هنا في البلاد لا في الطب ولا في الهندسه ولا في جميع المستويات انهم قراو وتخرجوا تمايا في 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 دول اوروبا الشرقيه. يعني هنا ما خصناش نبخسوا من المستوى ديال الطلبه ديالنا، وهذه النظره يعني مغلوطه اللي واخدينها في بعض الجهات اللي يعني كيحتقروا الطلبه العائدين من اوكرانيا. واحد المساله اللي كانوا شاروا ليها هنايا على كان خرج بها السيد مدير التعليم العالي في احدى المنابر الاعلاميه، وهو المشكل اللي كاين حتى ديال الاطر البيداغوجيه، دونك الكادر البيداغوجيك ربما ما كاينش كافي. كنقولوا لهم بان المغرب ماشي اول مره اللي كيوقع في هذا المشكل. هذا راه كان ديجا من بعد الاستقلال كان خصص في الاطر التربويه، وكان تم يعني استقطاب اساتذه من المعسكر الشرقي من رومانيا بلغاريا ومن هنغاريا ومن الدول العربيه من سوريا من مصر. يعني هذه تجربه ماشي تجربه يعني الاولى، يعني بالنسبه للكور بيداغوجيك سي با زان بروبليم، يعني بالنسبه للغه ولا هذا راه ماشي عائق. ومساله اخرى حتى بالنسبه لاولادنا راه مستعدين يقراوا باللغه الفرنسيه، راه ما عندهمش مشكل ديال اللغه، يعني المشكل ديال اللغه راه ما مطروحش. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.